يدي يعني ايه؟ لا واحد بس وفي نفس الوقت عندنا مباراة مهمة جدا. مش معنى ان انا بقول ان احنا حققنا الهدف ان احنا طبعا يعني المباراة اللي جاية بالنسبة لنا مهمة جدا لأشياء كثيرة جدا. يمكن لكون منتخب مصر موجود في المجموعة فله وضعه وله اسمه ان شاء الله. بإذن الله نعمل مباراة جيدة ان شاء الله ونحقق الهدف فيها، وفي نفس الوقت نأكد على تحقيق الهدف بإذن الله. وده اللي انا وصلته للاعبين، وده اللي انا بقوله للاعبين. اذا كنا احنا بنمر بمرحله ان احنا حققنا هدف، لكن قدامنا مراحل صعبه كتير جدا جايه، عاوزه ان احنا معنويات تبقى طبعا عاليه، وفي نفس الوقت العناصر اللي احنا باذن الله حتى بنكتسبها تبقى عندها الثقة في نفسها في وسط المجموعة المميزة طبعا اللي موجودة في منتخب مصر. الأسماء الكبيرة، في أسماء كبيرة موجودة في منتخب مصر بتتحمل المسؤولية، لكن بقول الحمد لله اتحقق الهدف وبشكر اللاعبين. وأنا معاكم بقى عشان الأسئلة بتاعتكم يعني. طب سؤال سؤال من رب بس كده سنة بس الأسئلة بقى بتاعتها عشان نظبط. طب اتفضلوا كمان. اليوم السابع كنت عايز اسال حضرتك يا كابتن، انت حضرتك بدات المؤتمر او بدات اللقاء معانا بالحديث عن الاعلام، فهل يعني طبعا مع احترامنا الكامل لرغبه حضرتك في ترتيب كلامك، ولكن هل حضرتك لترتيب كلامي ولا يعني ترتيب الموضوعات اللي حضرتك بتقولها يعني. هل حضرتك شايف انه بدايه كلامك عن الاعلام، هل ده ممكن الناس ممكن احنا نفسره ان حضرتك شايف انه الاعلام هو السبب في انه يبقى في حمله على منتخب مصر او في نقد لازع لمنتخب مصر او اداء منتخب مصر بعيدا عن الفنيات خالص في الملعب؟ الاعلام هو اللي بيوضح كل حاجه، والاعلام هو اللي بينقل الصوره عن المنتخب وعن الأندية. لكن ده طبعا مش يعني ان انا ابتديت ان انا بقول ان الاعلام منارة بقول الكلام ده عشان في مشاكل او كده. هو طبعا مش عاوز يعني اخد زي ما انا قلت في البداية ان مش كل مرحلة بقدر اتكلم بشكل مفصل. يعني انا لسه عندي مباراة تانية، وكان عندي مباراة قبل كده، فما بتكلم بشكل معين. حتى ما بتسئل يعني ممكن الناس تسألني على مشاكل لاعبين وكده، مش حاضر في الوقت الحالي اقول لك بالتفصيل حاجات. لكن في اخوة زملاء انا سمعتهم في برامج وكده اتكلموا، قالوا حتى ان حسام البدري استحالة هيتكلم في تفاصيل، وده مظبوط وبشكرهم على وعيهم، لان في المرحلة دي في مباريات فمش هتكلم بالتفصيل. لكن زي ما انت بتقولي بيبقى فيه طبعا يعني موضوعات انا بستغرب عليها جدا. ويمكن سؤالك برضو زي ما انت يعني بتحاولي توجهي لي، انا بوجه لك السؤال. كونك ان انت سألت السؤال ده انت حاسة ان في حملة، حاسة ان في حاجات مش منطقية حوالين منتخب مصر، ودي كلها طبعا بتبقى لأسباب شخصية. ويعني انا مش عاوز اخد فيها الملعب؟ لا مش الملعب خالص طبعا. انتوا فاهمين كويس قوي، كلكم فاهمين كويس قوي، مش الملعب خالص يعني. مش هناخد منها بس كتفضل. لان اما بتكلم تاني عشان اشرح كلامي، اما اتكلمت على الصعوبات لازم نبقى احنا متأكدين ان انا مش بقول مبررات. ما ينفعش يعني اما الناس بتتكلم على انسجام وفرقة تأدي بالشكل المطلوب وكده، اما اكون انا متجمع قبلها بثلاث ايام انا جاي عشان احقق هدف، مش معنى كده بقول ان انا مش هقدم عرض، لكن انا جاي عشان احقق هدف، لكن عندي صعوبات. اما يبقى عندي لاعبين بينضموا ليا الساعه 10 الصبح في اول تمرين ليهم، ونسافر الساعه 2 الظهر او 3 الظهر على طول على كينيا، وناس بتاخد في موضوعات تانية اخرى، يعني ناس حتى يعني مش عارفه ان احنا بنبقى على 23 لاعب موجود 11 في الملعب، الباقيين موجودين على دكه البدلاء. ما ينفعش يسخن الا 6، وناس تقول لك ده في ناس قاعده زعلانه مش بتسخنش. لا انت معلش انت مش فاهم انه ما ينفعش الا 6 هم اللي يسخنوا.
ده قوانين وبعدين ستة تاني يقوم وبعدين ثلاثة، فاحنا مش هنقعد نشرح، وانا مش عاوز اخش في التفاصيل والمعطلات دي، بس السؤال الجاي طبعا.